سلام عسلامة حبيباتي، مرحبا بيكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا جديد الهامبورغر على طريقتي الخاصة. هنا كيس حليب كما تشوفوا، حطيت فيه مغرفة زبدة، ان شاء الله تبدأ واضحة. هاي كذيبة ذابت خطر الحليب سخون، مش كيس معبي. وباش ناخذ ظرف خميرة فورية باش نخليها تتفاعل لينا، من بعد نزيدو الملح ونزيدو الفارينة. كنت هنا حطيت اللحم نتاعي، حطيت له بصل وحطيت له قرن فلفل حار باش من بعد نفوحته وباش من بعد نقليه في الزيت. بعد ما تفاعلت لي الخميره نتاعنا كما تشوفوا، باش نحط البيضه بحراره الغرفه. بسم الله. وباش نحط مغرفه سكر وباش نركضهم كما قلت لكم، الحليب والفرينة يرجعوا لأفراد العائلة نتاعكم. توا عندي أنا لهنا كيس فرينة، أنا خدت نستعمل فرينة قمح كامل، علاش أنا ما نجمش نعطيكم بالضبط، أنا نكتب لكم المقادير هذيا نتاع الفرينة العادية. عندي الوصفة نتاع الفرينة العادية، نحط رشة ملح وباش نحط الفارينة إذا كان عندي شوية من الباكو. باش نبدا نزيد الفرينه بشوي بشوي، نشوف قداش باش تاكل مني. حطيت شطر كيس باش نحي فرشيته، باش نبدا نزيد بشوي بشوي. كيما شفتوا خذت مني شطر الكيس وخذت مني قدر 250 350 وبين 350 و400 كيس حليب ومغرفة زبدة وإلا زيت وبيضة باش نعجنها. لازمها تبقى لينة وظرف خميرة نتاع خبز. هي في شكل همبرجر، انا قلت لكم نوع الفارينة نتاعي نوعها يختلف. ديما تحطي ما تشربش فيسع، تاكل لي برشا فارينة. ومن بعد ما لميتها بالقدا بالقدا باش ندهنها بشوية زيت ونخليها تخمر حسب التقريب الكيكة مدة ساعة انتم والطقس. بما انه الطقس بارد ندهنوها بشوية زيت، طقس بارد نخلوها ماذا بينا ترتاح تاخذ حقها. وشو نعملو الحشوة نتاعنا باش نغطيها ونخليها ترتاح. نغسل يدي ونرجع ليكم حبيباتي. رجعت لكم حبيباتي باش نحط شوية زيت، مش برشا، منحبش برشا زيت خاطر نعرفوا اللحم مفروم فيه فيه الشحم. دوبه شوية مغرفة ولا مغرفتين كما تشوفوا في المقلة ونخليها تسخن لي شوية. وباش نحط اللحم نتاعنا، هذا اللحم وقلت لكم وبصل وفلفل حار، فلفل هكا فلفل أخضر بابريكا. نتأكدوا من الزيت نتاعنا سخن، نجربوا نحطوا شوية. بسم الله. نحاولوا نحلوه، نحط بشوي بشوي. اللي يحب يعملوا
هكا دور دور الهامبورغر يعملوا. انا تنوريكم الطريقه، هذه طريقه جديده وسهله، ونحاولوا هكا نحلوه باش ما يكعبرش لينا، عشان ما حطيتش برشا زيت ومش يسيب الزيت نتاعو، باش نحاولوا هكا ونحلوه ما نخلوش يكعبر. باش نوخو شويه ملح، شويه ثوم مرحي، انا حطيت زوز سنون مع البصل، ونحط شويه فلفل ابيض، انا فلفل اكحل كما تحبوا، انا عندي ابيض مزيد، باش نحط شويه بيجيتا، باش نحط شويه بابريكا، قلت لكم ديما نحاولوا نحلوه باش ما نخلوش يكعبر لينا، كما تشوفوا هكا عصير الطماطم، زوج مغارف حسب التقريب باش ما تجيناش شايحه، ونكتفي باللفاحات هذيا. نستنوا العجينه نتاعنا تخمر ونشوفوا كيفاش نطوروها مع بعضنا. في الاثناء حطيت سيق الغاز نتاعي على 180 درجه، حطيته بالفنتيلاتور على 180 درجه، واللي باش يحطوا عادي يحطوا على 200 على خاطر الخبز نعرفوه يحب نار قويه. طلعت ليكم هيك كيفاش خمرت، بسم الله ما شاء الله، نخرجها من البول وباش نقسمها. باش ناخذ طبيقه ذا، ونشوفوا كعبيت ما يبدوش كبار وما يبدوش صغيرين هكا، بالطبيعه باش نخليهم يزيدوا يخمروا. ندهن بركة الطبيقه نتاعنا بالزيت، ومن بعد ما خمروا كما ريتوا هكا راهو باش ندخلهم على 160 180، ومن بعد نشوفوا الحشوه، من بعد ما يطيبوا نشوفوا الحشوه كيفاش باش نعملوها مع بعضنا. ومن بعد ما خرجتهم كما تشوفوا خرجتهم هكا نص طياب، انا باش نحلهم وباش نحط لهم الحشوه هذيك نتاعنا اللي قلنا عليها، خليهم يبردوا شويه خاطر مازالوا سخونين، وعندي الحشوه هذه نتاعنا اللي عملناها، وباش نرجعهم شويه حط لهم الفرماج ورشحهم شويه للغاز دون ما يتجمروا. ولهنا كما تشوفوا حطيت المطارد، باش ندهنهم هكا، نبدا نحطوا الطماطم، ونجو كل واحده نحط عليها شويه لحم، اكمل ليهم باش نحطوا الفرماج هذا. وهكا كما تشوفوا نوزع عليهم توا الجبن كلهم هكا، عملت لهم الكروشون، جيت للنص هذا شطر عاوني زوجي وحطيت عليه مطارد مايونيز بالمطارد، ونرجعهم الكلهم. شوف مانيش عارفه كيفاش الصغار هكا، شويه زيت وحليب ومعدنوس، وباش نجي ندهنهم هكا ما خيرش من هكا واسهل من هكا. في ساعة تحضريهم ما تبقيش تقلي اللحم وحده وتعملي خبزات وحدهم،
اسهل من هكا. دخلهم دوب شويه ونشوفهم حبيباتي في طبق التقديم. ولهنا كيما تشوفوا هم كحبيباتي كيفاش حضروا، بسم الله ما شاء الله، حاجه سهله وبسيطه. نوريكم باش تشوفوا. بسم الله ما شاء الله، ناخذ واحده صغرونه باش ما نتحركش خاطر مازالوا سخونين. شفتوا كيفاه؟ وهذه هي الوصفه نتاعي نتاع اليوم، والطريقه نتاعي الجديده نتاع الهامبرجر. ان شاء الله يا ربي الطريقه تعجبكم والوصفه تعجبكم. الى وصفه قادمه كيما تشوفوا، والخبز كيفاش هشوش، بسم الله ما شاء الله. ما تنسونيش باللايك والكومنتات الحلوه باش يوصلكم جديدي. الى اللقاء حبيباتي، بيزو.